مادي ساعة 15 دقيقة على FM أحلى راديو. هذه العربية اللي تجيكم انت وحتى للساعتين. مساء الخيرات, مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. نسلموا برشا على الناس تتابع فينا على الباش فيسبوك راديو FM ولا على شان FM TV على اليوتيوب مع اتصالات تونس كالعادة. لا يقتنع هذا معنا حد يروح متغشش. الشعار اللي بدينا بيه, شعار اللي ان شاء الله باش نواصلوا بيه تيلة الموسم, اتوال 600 اتوال 1 دياس, اتوال 600 اتوال 1 دياس, كود يوصلك للالف دينار كاش يوميا. كيف كيف 20 مليون كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. هذا من كل من اهداء اتصالات تونس. حلقة 23 أوت 2024, فرحان برشا أنها تكون موجودة معايا والزميلة الصديقة الإعلامية صاحبة الصولات والجولات برامج تبارك الله تلفزة إذاعة. قلت لها تتواضع تجي معنا اليوم, قلت لي حاضر. هذيك راهو معناها ما يعبر عنه معناها التواضع المحمود. عاصمة لاريج, عاصمة ولي تحية ليك. وحشناك مدى يا فامنا, وحشتكم أكثر. اللي كنت قدم فيه الكل وما هوش سيحة, خاطرنا عمري ما نتواضع باش كون في إلعب يالا. أيوة. خاطر باش أنا عملت الصوليت والجوليت اللي كنت تحكي عليهم الكل, أنا بديت من إلعب يالا وعمري ما نقول شهادة أعتز بها, عمري ما نقول وليد زريات لي. إن شاء الله ديما متألقة زميلتنا ريج حمروني. فرحان برشا أنه ده موجودة معنا اليوم في تحدي مباشر. أنت قداش ربحت من مرة اللي مات لي فيت؟ بديت تتحسن في الـ في الـ في, الـ في النتائج. مرتين حلمي اكسبلوا هذاك اكسبلوا. ويسال شبي عاصمة, ويسال عسلامة وليد, عسلامة أريج. نحب نسلم على مستمعي إي إف إم الكل ونقولهم إن شاء الله ساعة تعدى خفيفة. إن شاء الله يا ربي ساعة تعدى خفيفة. نمشيو لمدينة الورود داريانا 18 عام. إيه جلاس يا عسلامة. إيه مرحبا شحالك يا إيه؟ الحمد لله. صحة بخير الحمد لله. شو تعمل في الدنيا يا إيه؟ نقرأ. شو تقرأ؟ باك نورمالمون. اي سناب شو تدخل الباك؟ اي هيا به ان شاء الله ربي يوفقك يا ايه. وقد معنا متعلقش التليفون, نمشي والوين نمشي والمكنين. ادم هليلي, عسام ادم مرحبا. عسام شو مالك يا ادم؟ لاباس لاباس عايش. صحة بخير الحمد لله. المكنين لاباس 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 عايش. الشباتي لاباس سخونة شوية بقى. سخونة شوية وبرة الحمد لله. هاي يا سيادم حاضر المباراة. حاضر ادم وآية. سؤال سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار, يا يكون ضمن فريق أريج الحمروني صاحبة الخبرة وإلا وصال اللي قاعدة تتحسن. وين خبرة؟ طلعت ربحت حلمي مرتين. ليتني ما سمعت هالجملة. ما وقت تقام افترش حلمي. ليتني ما سمعت هالجملة. حلمي تقام مش فاطر جاء. أكيد مش فاطر. لدرجة عندك ثقة معناتها في شكوة. فيا معناتها. بالعكس باز نحكي على العكس. بياسر. يلا نبدأ بك أنت. آية 10 ثواني. آية السؤال يقول. إيه باك شنو أنت؟ باكي كو به. سميلي 3 دول في أوروبا عندهم بحر. إسبانيا. هاي إسبانيا وفرنسا. هاي هاي بحذينا. إيطاليا. صحيح 3 إجابات صحيحة في 10 ثواني. برافو يا آية. نمشيو لآدم. آية آدم حاضر. حاضر. ملا يا ادم عجبني يا ادم. يلا يا ادم يزمك جاوب في اقل من 10 ثواني. 9 ثواني تختار انت يا ادم. السؤال يقول سميلي 3 ولايات في الجزائر يا ادم. سانتينا وهران عناب. عناب والله معلم والله معلم خطير ادم هذا. اما خليك الجزائر كنت ناش بسمي الجزائر العاصمة. به 3 إجابات صحيحة. برافو يا آدم أحسنت يا صديقي, كنت أسرع من آية. لك الاختيار أريج الحمروني وإلا وصال الشابي. شكون تختار يا آدم باش يعاونوك؟ وصال الشابي. اسمع بيا ربحت حلمي. فوالا آدم. مرحبا يا آية مير. آدم مع مرحبا سي آدم. وصال آية مع أريج. نمشي مباشرة لسؤال السرعة. خنشوفوا لا أريج مازالت عندها الرفلكس نتاع مازالت يدها خفيفة على البزور ولا لا. يلا السؤال الأولوية يديكم على البزور. وصال أريج السؤال يقول
هي اللغة الرسمية في المكسيك؟ إسبانية. إسبانية أحسنتي. مازالت مخترة. أنا أقول لك يلا إريج معك إيه إيه أي عندك 30 ثانية سؤال فيه اقتراحات تشاور أنت وإريج تعطيوني الإجابة قبل ما يفات توقيت يا إيه. والسؤال يقول العلم متاع الصين عفوا ما هو الاسم الذي يطلق على صغير النسر؟ الاقتراحات النسر الهيثم وإلا الضأر وإلا النسير. يا إيه تعرف انا ان توكا جيليمين الهيثم نعرفها ماهيش صغير النسر. بين الضأر والنسير وين تمشي اكثر انت؟ الضأر مثبتة؟ باهي شو نتبعك ليلى؟ أية نعم جاوب نهائي؟ أي نهائي يا أية وانتي على عام باك داخلة ها؟ هاي بين الهيثم الذئر ولا النسير؟ أريج قتلك أنا نستبعد الهيثم خليتك بين زوز اقتراحات جوابك نهائي؟ نهائي. ما هو الاسم الذي يطلق على صغير النسر يا آية؟ علش بدلت رأيك يا آية؟ خاطر حسيته أقرب للاسم. وحسب رأيك عطيتك فرصة ولا فخ؟ تتصور فخ. تتصور فخ؟ وتحت فيه آه مقتنع اللي هو فخ. ايه انا لا يمات في هدنة ما نعطيش في الفخاء خليتهم في الدار. ليه عطيتك فرصة صديقتي ولكن الاجابة خاطئة هو الهيثم يا هريج. الحق والله انا جاي مني بكل ثقة في النفس زي دارة الهيثم اجابة خاطئة انتو كان له الذئر له النسير خاطئة ايه يا معنى انا مش تحمل المسؤولية تحمل مسؤولية اجابة خاطئة سؤال امشي على روحه هي مازالت المباراة متواصلة سؤال الأولوية وصال إريج والسؤال يقول له جوكم عاد هذا متى يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة؟ 8 مارس مع المرأة 8 مارس هيا وصال معك سي آدم آدم مرحبا سي آدم آدم هيا حاضر حاضر السؤال على نقطة يا آدم والسؤال يقول العلم متاع الصين فيه نجوم قديش من نجمة زعما الاقتراحات 4 نجوم 5 نجوم ولا 6 نجوم علم الصين آدم عندك الإجابة إجابة يبقى 5 وأنا نستبعد 6 جملة الحقيقة متشكة ما بين 4 و5 ما بش يمشي معاك 5 الاكثرية حتى أنا شكة في 5 يا آدم ايش تعمل في الدنيا انت؟ اللي نخدم الله المستعان نعرف وين تخدم نخدم في معمل ربي عينك يا آدم شوف بالزهر آدم ولا هكا؟ لا هيك خطر اني نتبع برشا الكورة نعرف العلامات تبع الكورة مخترة ذي في الكورة بزهرك انت ظهر لي اليوم معنا شايف الكورة كم عدد النجوم في علم الصين بين 4 5 6 اخترتوا 5 نجوم وإجابة 5 نجوم جواب صحيح برافو برافو إجابة 5 نجوم أحسنت برافو نمشيو مباشرة سؤال اللي باش يفصل المباراة بين وصال وبين أريج لا عفوا تنجم تعادل النتيجة يلا سؤال الأولوية السؤال يقول له ما هو اسم الملك الذي عاش قصة حب مع شهرزاد في قصة ألف ليلة وليلة؟ شهريار قبل أنا ولا هي؟ أين أقولها؟ أوكي شهريار جواب صحيح برافو أريج أحسنت يا أريج شكرا يا وليد أريج معك آية ها؟ 30 ثانية باش تعدلوا النتيجة والسؤال يقول كم دام احتلال فرنسا للجزائر؟ اقتراحات 120 عام 132 عام وإلا 135 عام
يا إيا. نعم. قديش ديم احتلال فرنسا للجزائر؟ 120 سنة، 132 سنة، ولا 135 سنة؟ قديش تقول إيه؟ أنا نمشي في 120. 120 عام. وهي تحمل مسؤولية، ما عادش تحمل مسؤولية. جاوبني هي. جاوبني هي. إيه. إيه. صباحك. إيه عندها حاجة خاصة دي ما تبدل في في آخر اللحظة. أنت شنو قلت؟ أنا قلت 120. أريش قالت 120. وانت بدلت رايك ل 132 هكا. كم دام احتلال فرنسا للجزائر بين 120 132 عام ولا 135 عام؟ منعت يا آية إجابة صحيحة 132 عام. عنا نقطة التعادل وضيعت سؤال، دونك باش نمشيو مباشرة للكيستيون باراج، سؤال اللي باش يوصل فعليا المباراة. يديكم على البزار أريج وصال. السؤال يقول: شكون الفيزيائي اللي طور نظرية النظرية النسبية؟ أينشتاين. أينشتاين، ألبير أينشتاين. جواب صحيح. برافو وصال. وصال آدم. آدم حاضر؟ معك. حاضر. يلا صديقي آدم، سؤال إيه؟ على نقطة توصلك للدور النهائي. السؤال يقول: من هو المؤلف الأصلي لكتاب الجريمة والعقاب؟ اقتراحات: فيدور دوستوفسكي، وإلا أنطون تشيخوف، وإلا ليو تولستوي. أنا آدم ما عادش أنت كان عندك الإجابة ولا ما أنا عندي الإجابة ومتأكدة منها. أنا ما عندي إجابة. أوكي دوستوفسكي عندي الإجابة هذي، متأكدة منها ديجا المعلومة. متأكدة منها المعلومة. متأكدة منها 100%. آدم كان هكا باش تبعها وإلا عندك رأي آخر صديق؟ معها لا معها خاطر ما عنديش معلومة جملة. ما عندكش المعلومة جملة؟ قريت الكتاب؟ عندي فكرة عليه، يحكي على البشرية وكيفاش الاضطرابات وحاجة من هذه، ما انت عندي عليها فكرة النفسية. به آدم صديقي العزيز، من هو المؤلف الأصلي لكتاب الجريمة والعقاب؟ اخترت دوستوفسكي وأنا نقول العظيم دوستوفسكي. جواب صحيح. برافو مبروك عليك الدور النهائي يا آدم. إن شاء الله يجيوك سؤالات في السبور صديق ويبعدوا لك على الأدب والفلسفة. بعد المهم سلكتها تو اللي بيه الفايدة. ها اللي بيه الفايدة سلك. آدم صديقي مبروك عليك الدور النهائي. إيه يلا غالب يا أيوتا، إن شاء الله فرصة أخرى، إن شاء الله ساعة تاخذنا الباك بمونسيون تريبيان. إن شاء الله نشحك إيه. إن شاء الله ربي نشحك ونخلي لك كلمة الختام. إيه على شكون تحب تسلم؟ إيه نسلم عليكم كل يوم ميرسي. يعيشك إيه، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. ميرسي بوكو إيه. إتوال 600 إتوال 1 دياس. ترتاح صغيرة مع البيب راجعين. ماضي ساعة وثلاثين دقيقة عليه في محلى راديو، مازال نواصل معكم حتى للساعتين اتوال 600 اتوال 1 دياس. كود يوصلك ل 20 مليون كاش من هدية اتصالات تونس. نمشيو للقيروان عاصمة الأغالبة. 30 عام ليلى حمزاوي. عاصمة ليلى. عاصمة ليلى. عاصمة. شعملك يا ليلى؟ الحمد لله بيتي عايشك. صباح بخير. الحمد لله. مروحة شوي في القروان اليوم؟ لا الحمد لله به الطقس الصدر. أي الحمد لله. حاضرة ليلى؟ حاضرة. في الدار ولا في الخدمة ساعة؟ لا في الدار. هاي مركزة معناها. وقعد معنا ليلى ما تعرفش تليفون، نمشيو البوفيشة. سامي جياش شنو عملك يا سامي؟ عسلامة سامي. مرحبا. عسلامة. شنو عملك سامي؟ الحمد لله بخير. صحة بخير. الحمد لله. في الدار ولا في الخدمة يا سامي؟ في
في الخدمة في العمل سعيد ملا قاعد تتكلم بالسرقة انت تاو ولا خديت بوز مش بالسرقة ما كوميب فما فما كوميب متخبي قداش فما من عارف يعس عليك يا سامي لا لا الحمد لله فما هتعرف فما هتعرف اعطينا ساميهم خلينا نعيطوا لهم ها مش تقعد مركز بالقداء يلا سامي وليلى سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق خريج حمروني ولا ضمن فريق وصال شابي باش نبدأ بك أنت يا ليلى ليديز فيرست حاضرة ليلى حاضرة يلا جاوبني فيسع فيسع يا ليلى السؤال يقول ليلى سمي لي ثلاثة كواكب زحل عطل هذيك نمشي نرقد ويمشي حاجة أخرى يمشي فيسع فيسع اللي احنا فيه تاو شنو شنو اللي فيها احنا اللي نعيشوا فيها احنا شنو كوكب نسيتو نعيشوا في عطارد الأرض الأرض يا ليلى الأرض الأرض إجابة فقط في 10 ثواني مثالش يا ليلى نمشي لسامي يلا يا سامي مطالب أنك تعطيني زوز إجابات فقط صديقي والسؤال يقول سامي سمي لي ثلاث حيوانات بحرية بحرية فقمة دلفين والحوت يا سفيل برك أما علش مشيت للفقمة مباشرة معني خليت الحوات بكله معي كده تدخل الحوات هذوكم كل بحرية ومشان في مخك الفقمة ملا سامي يلا سامي لك الاختيار إريج وألا وصال إريج سامي مع إريج ليلى مع وصال نمشي مباشرة سؤال السرعة يديكم على بزر سؤال سهل مهل وسؤال يقول شنو تتسمى الجملة المتكونة من مبتدأ وخبر اسمية جملة اسمية جواب صحيح الجملة الاسمية إذا كنت فهم جماعة في الكراه بحذيهم وليداتهم راو ديريك سألهم أعطيني جملة اسمية صندقة توا تبدأ طول توا أعطيني جملة اسمية ويا ويلو كم بالضبط خلنا أعطيهم احنا جملة اسمية شنو جملة اسمية خلنا عونوه وليد مش لك درجة تطبقه معناها تعرف جملة اسمية ترى الشمس مشرقة الشمس مشرقة صحيت يلا إريج معك سامي يلا يا سامي إريج سؤال على نقطة مهمة وخطوة أولى للدور النهائي والسؤال يقول سامي ما هو أقدم مهرجان سينمائي الاقتراحات مهرجان كان مهرجان البندقية وإلا مهرجان برلين سامي مهرجان كان أنتر كان والبندقية هو نستبعد نحن برلين تقول كان انتي نورمال مو كان يلا سامي جاوب نهائي نهائي سامي البندقية بندقية جاوب نهائي نهائي حسب رأيك عطيتك فخ ولا فرصة يا سامي والله جبني فرصة كل بندقية بالك شي انا خممت في مصلحة عارفك نحبك ترجع تخدم في ساعة دوك عملت لك فخ باش ترجع تشد بلاستك تشد خدمتك ها مرتين انا بكلم كيلو لانية كان والعلى رب لا سيد او حصل لما في الصدور بدلت رايك البندقية وفي الموضوع بندقية سيد صديقي حصل لما في الصدور ما هو أقدم مهرجان سينمائي يا إريج بين مهرجان كان ولا البندقية ولا برلين عمك سامي قلت له عطيتك فخ ولا فرصة قال عطيتني فرصة ثقة كبيرة في النفس وثقة في كنتي قبل النفس هي عجيب والله ما تقول انت ما نجمش نعمل الشر ما نتصوركش تعمل الشر عزمني نتعلم شوي مهرجان البندقية جواب صحيح برافو سامي نقطة إريج نقطة وصال وليلى مازلنا صفر من النقاط يديكم على البزر مرة أخرى وسؤال سهل زيادة السؤال يقول شنو الرياضة اللي تميز فيها شوماخر فورمولا وان
عرفت اسم الساك على اسم الرياضة ونخلصهم لك الفورميلا. ولكن تعرف القانون يا أريج ستعاقبين. ناخذ الكلمة الأولى. الكلمة الأولى اش قالت؟ لا والله اللي مخلطة. إجابة خاطئة. عملت كوكتيل إجابة خاطئة. ويصال هو الفورميلا وان. ولكن من الأول نعرف شنو قلت لي. قلت لك فيغلا. فيغلا ما ساك هذيك. نخمم في السيكان. ماركة هذيك باش تشريها. يلا ويصال معك ليلى. دام ليلى حاضرة. 30 ثانية ليلى. سؤال على نقطة وسؤال يقول. عفوا. أين يقع مقر منظمة الصحة العالمية؟ اقتراحات. جنيف والا لندن ولا باريس؟ مدام ليلى ما نحبش نتعبك برشا. ليلى انا نعرفها في جنيف. انا نعرفها المعلومه هذه انه في جنيف. اما ما حبيش نتعبك هكا جوست تبعني. ليلى باش تبعها ولا عندك راي اخر؟ في جنيف. متاكده؟ نتبع ونشوف. نتبع ونشوف. دق الباب واسمع الجواب. نبيه لكم بعد خاطر. مواكا ولا يا ليلى؟ دق الباب واسمع الجواب. هاي خنشوفه. اين يقع مقر منظمة الصحة العالمية بين جنيف لندن ولا باريس؟ اخترت جنيف والإجابة صحيحة. برافو. هو يجب تشكروا أريج عطتكم خمة السكا مخة في الشوبينج. أنا نشكر فيه. لا لازم يجيبوا لها ساكة مخة في الشوبينج. دونك يشبوا لبعضهم وبعد ديرك تنمى القانون. قانون 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 تعرف قانون صحيح. يلا السؤال اللي بشوف المباراة فعليا شكون باش يكون أسرع البزور وشكون عنده فرصة أنه يخلي المتباري متاعه يوصل للدور النهائي. سؤال الأولوية وسؤال سهل زاده. السؤال يقول شنو هو جنسية الفنانة سيلين ديون؟ أنا فرنسية. كندية. شو قلت أنا؟ قلت نص ساعة. كندية ماهيش فرنسية. إجابة خاطئة. يلا يا وصال معك ليلى. ليلى. نعم. 30 ثانية وصلوك للدور النهائي يا ليلى. السؤال يقول في أي بي. في أي بي هي اختصار لأي عبارة؟ اقتراحات. very interesting person ولا very important people ولا very international person. people. مدام ليلى عندك فكرة على الإجابة؟ لا أما يظهر لي هذيك هي الإجابة الثانية. very important people ثانية. مشينا فيها ليلى. جوابني معناتها مدام ليلى معايا ولا هاي هاي معناها very important people. جاوبني هاي ليلى. بين very interesting person ولا very important people ولا very international person. شنية الاختصار لعبارة VIP؟ هي very important people. جواب صحيح. برافو. مبروك عليك يا ليلى الدور النهائي يا ليلى. تضحك ليلى. يلا ليلى نتلاقاو بعد شويه صديقتي. مبروك عليك الفينال. سامي يلا غالب باش ترجع تشد بلاستيك. ما حلي سامي وللاسف بالحق انه سامي سامي شاركت معنا اليوم. تشارك معنا غدوه وبعد غدوه وان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع 20 مليون. ونخلي لك كلمه الختام ساميه على شكون تحب تسلم. اي بسلامه ويعطيكم الصحه. يعيشك يا سامي. سلم عليك. سلم على تونس الكل. تونس الكل والله معلم. سامي عجبتني يا سامي معلم. تحية ليك سامي. ميرسي بوكو. والله المستعان. اتوال 600 اتوال واحد دياس. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى راجعين. ماذا ساعة 46 دقيقة عليه في محلى راديو. مازلنا وصلنا معكم حتى للساعتين اتوال 600 اتوال واحد دياس. كودي وصلك العشرين مليون كاش. ليلى حمزاوي القيروان ادم هليلي المكنين. ادم وليلى نحن نعود القرعة من اللي جديد بما انكم الزوج شاركتوا مع وصال. دونك نبدأ بك انت يا ليلى. 10 ثواني كالعادة. السؤال يقول ليلى سمي لي ثلاثة وسائل نقل فيهم عجالي. كهرباء. صحيح. برافو. أحسنت يا ليلى. ثلاثة إجابات صحيحة في
أربعة ثواني. برافو يا ليلى، في أربعة ثواني ثلاثة إجابات. نمشي لعمك آدم. يلا يا آدم، حاضر؟ هاي معك حاضر. يزمك جواب في أقل من أربعة ثواني صديقي. السؤال يقول له آدم، سميلي ثلاثة بيبان في تونس العاصمة. باب سويقة، باب سعدون، باب حر. يا عيني حسيتو يجري، عرفته مال آدم هذا مختر. آدم آدم ثلاثة إجابات صحيحة في أقل من أربع ثواني، ذلك زوث ثواني. آدم لك الاختيار، تواصل مع وصال وإلا تبديل السروش. فيه راحة يا آدم، تمشي مع إريج. تواصل مع وصال. آدم مع وصال، ليلى مع إريج. نمشي مباشرة سؤال الأولوية، يديكم على البزار. والسؤال يقول له، وقتاش تحصل أسامة الملولي على أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية؟ 2008. برافو، أحسن. 2008. برافو يا وصال. معك مسكين التهموه ذهلي في الوقت ذيك حرجاك. ها؟ ذهلي وقت التهموه قالوا يخف في المنشطة. أي. يلا آدم. حاضر آدم؟ حاضر. أي حاضر صديقي آدم، عندك 30 ثانية. كل خطوة بحسابها، كل خطوة بحسابها. ركز، 30 ثانية. سؤال فيه اقتراحات، تشاور انت وصال كالعادة، تعطيوني الإجابة قبل ما يفى التوقيت يا آدم. والسؤال يقول، ما هي الكوريدا؟ ما هي الكوريدا؟ الاقتراحات، مصارعة الثيران، ركوب الخيل، وإلا ركوب الثيران. آدم عندك أنت الإجابة؟ لا أنا حقيقة لا. أنا والله فما مرة سمعت غنية هي إسبانيورية فيها الكلمة هذه، الحقيقة راني باش نقمر عليها. أديو كوليدا حاجة هكا، خاطر نعرف معلومة ذي، أما الحقيقة الكلمة المفهوم تاعها ما عنديش عليه فكرة. إيه شنو؟ أنا باش نقول المصارعة الإسبانية. مصارعة فماش مصارعة إسبانية. مصارعة الثيران. مصارعة الثيران. ولا ركوب الثيران. وإلا ركوب الخيل. إسبانيا هما. أي. أنت التوقيت. أوكي مصارعة. ما بعرفش آدم. آدم. فما مصارعة الثيران، ركوب الخيل، ولا ركوب الثيران. هي شكت بين ركوب الثيران ومصارعة الثيران، بعد مشات مصارعة الثيران. لك الكلمة صديقي، شنو تختار؟ عندك أنت. مصارعة الثيران. الجواب نهائي يا آدم. ركوب الثيران. ركوب الثيران جوابك نهائي. شو دايما نعنيك النهار. جوابك نهائي يا آدم. نهائي. ركوب الثيران. نهائي. ما هي الكوريدا؟ وصال اختارت مصارعة الثيران، شكت في ركوب الثيران. آدم شي معاه في مصارعة الثيران، بعد بدل رأيه لركوب الثيران. إجابة يا صديقي العزيز يا آدم. علي مشيت الركوب الثيران يا آدم؟ قطر ما نعرفش فما مصارعة الثيران. ما تعرفش فما مصارعة الثيران. هو يحكي على مفهوم الكلمة. باش نسألك سؤال يا آدم. ايه. مريتش حتى مرة واحد سبانيوري شدك الناب الأحمر؟ الرياضة الأعرق والأكثر شعبية في إسبانيا. يا آدم يا آدم. فما ركوب الثيران صحيح؟ ولكن الكوريدا هي مصارعة الثيران اللي يبدا هما ماهيش رياضه بالنسبه لي. هما فما محاولات وتحركات كبيره للمنحه، خاطر فيها هما يبداو يغرسوا لهم في الخناجر والسيوف، فهمت، ويقتلوا في الاخر. وهي مصارعة الثيران للاسف اجابه خاطئه، ماهيش ركوب الثيران. يلا نقطة مشيت على روحها، مازلت مباراة متواصلة. يديكم على البزر مرة أخرى. أريج وصال، والسؤال يقول، المخيط هو مشروب أصيل دولة الفارحكم. الفارحكم، أما هو فيرجن مخيطورة. أي شنية هي أنت كنت شكرا؟ أنا تعرف شو نزلت وقع مش بشو ليه هكيكة ما كده تلع غالطة بعد. شنو كنت باش تقول؟ في بالي ليلي زيد في حالتين هي غالطة. هو روين كنا نحوسه مانيش بعد برشا في كوبا. في كوبا
يلا بضاعتكم ردت اليكم ريج. شفت كيفاه؟ يلا يا ما والله حبيت هالسؤال الاخر تربحوا خاطر رغم اللي هي استرجعتك الغنيه اي نتاع ياسمين من اصول جزائريه اسبانيه صوتها يسرح ادم ما حبش ما حبش يتبعها. يلا يا ليلى معاك ريج 30 ثانيه سؤال على نقطه. السؤال يقول من هو رسام لوحة ليلة النجوم؟ الاقتراحات بيكاسو ولا فان جوغ ولا ليوناردو دافنشي؟ مدام ليلى تعرف شكون الرسام اللي رسم لوحة ليلة النجوم؟ لا ما نعرفوش. باي انا باش نمشي في دافنشي ما نعرفش تتبعني ولا لا. اي ليلى جاوبك نهائي؟ نهائي. باش تتبعها؟ نهائي نهائي يا ليلى. من هو رسام لوحة ليلة النجوم؟ لانوي اتوالي. لانوي اتوالي بين بيكاسو فان جوغ ولا ليوناردو دافنشي؟ اخترت ليوناردو دافنشي. آه يا ليلى الليل يا ليلى يعاتبني يعاتبني على الإجابة ذا ويقول لي لماذا سلم على ليلى. من هو رسام لوحة ليلة النجوم لانوي اتوالي؟ للأسف ماهوش دافنشي هو فان جوغ العظيم. ضيعتوها الفرصة لغال فان جوغ. مه سؤال الخدوات الاخذ والرد فما معادله خليتكم باش تمشيو مباشره لل كيستيون باراج. السؤال اللي باش يفصل فعليا المباراه اذا كان واحد من لي كرونيكوز واحده من لي كرونيكوز عفوا خذات الاولويه. المتباري اللي معاه جاوب صحيح مبروك عليه الدور نهائي. جاوب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس يمر مش في الفينال. احنا مليون مليون مليون. سؤال على مليون سؤال على 1000 دينار مباشره. سؤال على مليون يا اريج ويا وصال اخطر بزور هذا اخطر بزور راني نزيد عرفت تخاف يا وليد راه سي بون سي انا ماذا بيا نبدل السؤال اللي قاعد نغزر له انا توا على محاله ماذا بيا نبدل ماذا بيا قلت ماذا بيا ولكن لا استطيع لا استطيع. دونك اوتوماتيكمون الفريق المنافس يفوز بالالف دينار يديكم على البزور اريج وصال. والسؤال يقول اديس ابابا هي عاصمه أثيوبيا. جواب صحيح. خبرة قاعدة تلعب في دورة عمالة. يا سيتي ليلى. نعم. أي يا ليلى حاضرة يا ليلى. تعرف قداش فما من غناية على ليلى ولا؟ برشا. برشا؟ قد إيه غناوا لك من غناية أنت؟ كان الليل يا ليلى يعاتبني فقط. يا ليلى عندك 30 ثانية يا ليلى. سؤال على 1000 دينار يا ليلى مليون مسؤولية نكون من الرابحين يا رب. أول مرة نشارك ونحب نربح معك بصراحة. إن شاء الله يا ليلى إن شاء الله. ركز يا ليلى والسؤال يقول من كم قطعة تتكون لعبة الشطرنج؟ من كم قطعة تتكون لعبة الشطرنج؟ الاقتراحات 28 قطعة 32 قطعة وإلا 36 قطعة. مدام ليلى تعرف لعبة الشطرنج من قديش من قطعة تتكون؟ لا نعرفها ما نعرفش قد من قطعة. أنا أنتخ 32 و36 36 نمشي و 36. ليلى جاوب نهائي. نهائي ان شاء الله صحيح. نهائي نهائي يا ليلى. نهائي 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 يا ليلى. نهائي نهائي. حسب رايك اعطيتك فرصه لفخ يا ليلى. يا ليلى معطاك الفرص تعبتني يا ليلى اليوم. فما مجنون ليلى وفما ولي تعرف هذا ولا ايه
اعطيتك فرصة يا ليلى، اعطيتك فرصة ما حبيش تبدل رأيك. إجابة خاطئة، 32 قطعة. مبروك عليك بوندا شاك قيمته 100 دينار، ما تروحش متغشى يا ليلى. ميرسي بوكو، نسلم عليك يا ليلى. آدم مبروك، آدم آدم مبروك عليك 1000 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك يا آدم، تبارك فيك. تبارك فيك، وان سألتم الله فسألوه البخت. مبروك عليك يا آدم. يلا خلي لي كلمة الختام آدم، على شكون تحب تسلم؟ والله نحب نوجه تحية لأمة والبابا وصحابي وناس كل جاي. ربي يفضلهم لك يا آدم، تحية كبيرة ليك ولأهالينا في المكنين. خطيبتي نجاح. كيفاش؟ خطيبتي نجاح. تحية ليك. خطيبتك قاعدة تسمع فيك؟ لا مش قاعدة تسمع فيك، من باش تخبيه المليون. شو اسمها خطيبتك؟ نجاح. يا نجاح، كان تسمع فيه راه ربح مليون. بالموصل. تحية ليك يا آدم، ميرسي بوكو، نسلم عليك برشا. هريج حمروني نورتني اليوم، ميرسي بوكو. تحية كبيرة ليك. وصال الشابي، ميرسي بوكو، نسلم عليك برشا. ميرو في الإخراج، ملاك، تحية كبيرة المعدة العظيمة نتاعنا. نسلموا برشا على وي ام فريق اف ام تي في وديجيتال. نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. رخصنا الكل، باي باي.